زين، فيزيائية العين، فيزيائية الإبصار أو الرؤية، فصل كلش لطيف وراح تستفادون منه هواية، وهواية أطباء مثلكم لما ندخل بهذا الشابتر يعجبهم يصيرون أطباء عيون. راح تشوفون إنه هو أساس، إن شاء الله بصف ثاني راح تاخذون أيضا أيضا فيزيائية العين، فيكون هذا أساس لكم ويفيدكم إن شاء الله بالمرحلة القادمة. إحنا مثل ما تعرفون 5 حواس، لكن الحواس الأهم اللي نقدر نستخدمها واللي most of our knowledge of the world around us come to us through our eyes، اللي هي sense of vision، وطبعا sense of hearing وأخرى، لكنه إحنا هسه بهذا الشابتر راح نتحدث عن sense of vision، حاسة consists of three major components. إذا تتكون حاسة البصر من 3 أجزاء مهمة. أول جزء هو الـ eyes that focus an image from outside world on the light sensitive retina. إذا مهمة العين هي أنه تعمل على التركيز للصورة من العالم الخارجي وإسقاطها على الجزء الحساس للضوء واللي هو الرتنة الشبكية. هاي هي الآي مثل ما تشوفون. بالنسبة للآي تشوف آيرس، تمام. خلي أعطيكم مؤشر ليزري حتى تقدرون تشوفون زين المؤشر. هذا الجزء الملون هو الآيرس، قد يكون أزرق، أصفر، أخضر، بني، وهكذا أسود على اختلاف الناس. لكنه هذا الآيرس مثل ما تشوفون داخل الآيرس أكو هنا فتحة صغيرة هي البيوبل، البؤبؤ. زين، من هذا البؤبؤ يدخل الضوء إلى الداخل، يدخل الضوء إلى داخل العين للآيبول، ومن ثم يسقط على الرتنة اللي هي الشبكية اللي هي بداخل الآيبول. زين، بالنسبة للآيرس من الخارج يغلفها هذا الجزء الترانسبيرنت الشفاف اللي هو عبارة عن انتفاخ بامب، ترانسبيرنت بامب اللي هو الكورنية، القرنية. القرنية تغلف الآيرس وتغلف البؤبؤ، جزء شفاف للخارج مرتفع، تمام. بس لان يعني شفاف هو طبعا هنا ما يتبين لنا. ايضا اكو عندي هنا السكليرا اللي هو الجزء الابيض التف، وايت كفر هذا السكليرا. السكليرا تغلف الايبول كلها، زين، من جميع اجزاء الايبول من الامام ومن الخلف، طبعا ما عدا منطقه الكورنيا وما خلفها من الايرس والبيوبل. زين، فهذه هي العين بصورة عامة. فمن أتكلم أقول كورنيا أعرف قرنية، من أقول آيرس هذا الجزء القزحية، من أقول بيوبل اللي هو الفتحة، والسكليرا هاي. فهذا راح نتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلي بالسلايدات القادمة. طيب، the system. عفوا دكتورة. نعم. بس طلاب يريد ينضمون، عادي توافقين عليهم؟ سأوافق لك عليهم. تمام، شكرا دكتور. خلاص، زين، يعني هسه ربع ساعة يعني لحد الآن. يلا هسه نرجع للمحاضرة نشوف انه بالنسبة للجزء الثاني احنا قلنا 3 major components هي اللي تألف السنس الحضور ما اخذ لانه عندي meeting attendance، برنامج منصب على الـ على الـ
الجهاز هو ياخذ اسماء الحضور واسماء وقت دخول الطالب ووقت خروجه ومدة بقاء داخل المحاضرة. فما راح أخذ من عندكم، ما راح أدزلكم فورم، إيش أسهل إلي وإلكم. تمام تمام دكتورة. نعم أدخل، بس أنا إذا أدخل أي اللي دي يريد هذا، شوف ايش قد اسوي سماح يطلع عندك بالشاشه. اي نعم. رابط الثالث، المجموعه الثالثه خليه يدخل على رابط المجموعه الاولى، ورابط المجموعه الرابعه اذا ما يقدر يدخل خليه يدخل على رابط المجموعه الثانيه، يعني زوجي يدخل على زوجي والفردي يدخل على الفردي. تمام. ثالث ورابع، الثالث خليه يدخل على الاول، الرابط مال الاول، والرابع يدخل على الرابط مال الثاني اذا مدى يفتح الرابط مال الثاني للسنس اوف فيجن، قلنا اللي هو السيستم اوف مليونز اوف نيرفز، ملايين الاعصاب اللي تحاول ان تحمل الانفورميشن هاي المعلومات الصوريه، طبعا معلومات صوريه للبرين. تمام. الجزء الثالث هو الفيجوال كورتكس اللي هو هذا الجزء من البرين المسؤول عن نقل او احداث عمليه الابصار. طيب بالنسبه لوجود اي خلل بهاي الثلاثه، اي خلل بهاي الثلاث كومبوننتس، زين معناها يؤدي الى خلل وظيفي وبالتالي يؤدي الى البلايندنس، زين اللي هو العمى. فاذا وجودهم ثلاثتهم هو شرط اساسي لايجاد عمليه الابصار. بالنسبه الاور اوبتيكال سيستم هاز ذا فولوينج سبيشال فيتشرز، الى خواص مهمه هذا الاوبتيكال سيستم. خلينا نشوف شنو هي هاي الخواص. الخاصيه الاولى انه the eye can observe events over a very large angle while looking intently at an object directly ahead of it. اذا ممكن الشخص هنا شوفوا هذا ينظر باستقامه اللي هو الفيجوال اكسس نسميه، باستقامه عينه نفس الشيء يعني، لكن هسه احنا هنا كمثال العين اليمنى لما تنظر بالفيجوال اكسس اي حدث ممكن ان يحدث هنا زين او هاي المنطقه ممكن ان ترصدها العين اليمنى. تمام. بالنسبه للعين اليمنى اذا تشوف الزاويه الانجل اللي تنظر بها باتجاه اليمين هي 90 ديجري، ممكن انه ترصد اي ايفنت هنا. تمام. اما بالنسبه للعين اليمنى اذا نظرت من جهه الليفت سايد هنا جهه اليسار فهي هنا الانجل راح تكون 65 درجه. زين ليش هنا 90 وهنا 65؟ من يعرف ليش هنا 90 بينما هنا اقل 65 زاويه الرؤيه؟ سبب الانف. نعم تمام. النوز هو اللي حجب أدنى الرؤية. بالنسبة أيضا هنا عندي منطقة تشوفوها هاي خارجة يسموها بلايند سبوت. ليش هاي بلايند سبوت؟ شنو هاي البقعة العمياء؟ ليش عمياء؟ معناها هنا العين ما تشوف عد هاي الدرجة من 17 إلى 18 هنا ديجري، هاي هنا العين ما تشوف. ليش ما تشوف بهاي المنطقة؟ نعم نعم لانه العصب البصري مو ماكو، وانما بالعكس لان اكو العصب البصري يدخل من هاي المنطقه، من هاي الدجري، من هاي الدرجه، زين من هاي الانجل يدخل العصب البصري، لذلك منطقه دخول العصب زين ما تستفاد من وجود مستقبلات ضوئيه بها، دا يدخل العصب البصري بها، فلذلك هنا يسموها البلايند سبوت. لكن عنا بوجود البوث اوف ايز اللي عندنا اياها بالنسبه للليفت والرايت ايز هنا
ثيناتهم دا يكونون الصورة ودا ينقلوها للدماغ، والدماغ من يمه يحجب هاي المنطقة وما يخلينا أنه نحس بوجود هذا الفاصل، يدمجنا الصور بحيث تصير عندنا وكأنه ماكو أني بلايند سبوت هنا، لكن هي موجودة يعني حقيقة، وبعض الأحيان نشوفها نلاحظها لما ننظر الجسم معين بتك عين الجهة، ومن أنا أكو اختبارات نشوف بها البلايند سبوت بها منطقة، يعني أكو شيء موجود قدامك بس أنت ما تشوفه، عد هاي الزاوية ما تشوفه، العين ما تقدر تميزه. طيب بالنسبة للعين اليسرى كذلك، منها الجهة راح تشوف 90 ومن الجهة الثانية على اليمين تشوف بالرايت سايد تشوف بزاوية 65 درجة. أيضا الشخص لما ينظر مستمر بينظر للفيجوال اكسس باستقامة ممكن ينظر إلى الأعلى بزاوية، يشاهد أي حدث يحدث بزاوية للأعلى بزاوية 50 degree، أما بالنسبة للأسفل بزاوية 80 degree. تمام، إذا نستنتج أنه أكو خلال الأبصار، وهذه ميزة بالنسبة للجهاز البصري. في أيضا ميزة ثانية وهي البلينكينج اللي هو ترميش العين، ما من عينك ترمش، هذه شنو هاي؟ provide the front lens اللي هي الكورنيا، الكورنيا الجزء قلنا الشفاف الموجود في مقدمة العين، أول جزء بالعين هذا نسميه front lens. تدرون أنه العين بالداخل أكو لينز، أكو عدسة داخلية خلف البؤبؤ، الأشعة الضوئية تفوت من البؤبؤ وتواجه اللينز، لكنه هنا أنا عندي الكورنيا أيضا نسميها لينز لكن فرونت لينز، يعني هي الجزء الأمامي من العين، ولذلك هاي الفرونت لينز اللي هي الكورنيا بيها عن طريق عملية الترميش، هاي شو راح يسوي للكورنيا؟ راح يسوي لها كلينر أند لابريكيتر، راح ينظفها من الداست من الشوائب الموجودة بالجو زين من الغبار، وأيضا يزيتها، فهذه أيضا ميزة. عندي رابيد أوتوماتيك فوكسينج سيستم زين، permit viewing object as close as 20 cm one second and distant object the next. هاي مثل ما انت شايل كاميرا وتريد تصور مثلا جسم قريب لك، جسم قريب لك مثل وردة قريبة لك، فانت ايش راح تسوي؟ راح تجيب الكاميرا وتسوي لها focusing وتسوي لها زوم وتجيب وتحط الى ان تسيطر على الصورة القريبة جدا من عندك وعلى بعد مثلا 20 سنتيمتر، أخذت لها صورة تجي مباشرة وراها تريد تاخذ الصورة لمثلا شجرة بعيدة، ما راح تقدر رأسا مباشرة تاخذ لها صورة بالكاميرا، شو راح تسوي؟ راح أيضا تنتظر تسوي adjustment وتعديل وضبط للصورة وتسوي لها focusing من جديد حتى تقدر تاخذ صورة لجسم بعيد نسميه distant object. تمام؟ إذا هذا الكلوز اوبجكت والديستنت اوبجكت هذه عمليه اخذ الصوره لها وحده بعد اللخ، يعني بنفس الوقت بعد صعب جدا بالكاميرا، لكن بالعين العين انه سبحان الله كجهاز بصري عمليه سهله جدا، وسبحان الله تكون تسمح بهذا الشيء باللحظات، يعني لحظة بعد لحظة، فممكن أن نشوف شيء جسم قريب جدا ومن ثم باللحظة الثانية تنظر إلى جسم بعيد جدا بدون أي مشكلة. عندي the eye has an automatic aperture adjustment، يعني عندي الإيرس اللي هو قلنا القزحية فتحة العين منظم أوتوماتيكي لفتحة العين. هذا الآيرس يعني هو مو مجرد شكل، مو مجرد والله عيوني خضراء عيوني صفراء عيوني جوزي، لا مو هي هاي الفكرة من الآيرس، أنه هو عبارة عن ضابط أوتوماتيكي، لما يدخل ضوء كمية ضوء عالية للعين فجأة، أنت قاعد داخل البيت وتطلع برا فجأة يجي كمية ضوء هائلة زين، هذه الايرس شلون يسوي؟ رأسه مباشرة راح ينقبض،
من يصير الانقباض راح يقلل فتحة البؤبؤ، يصغرها لفتحة البؤبؤ، وبالتالي يقلل من كمية الضوء. زين نعم اكو شيء ولدي؟ اكو مشكلة؟ شنو هالاصوات؟ اكو صوت؟ نعم منو فاتح المايك ولدي؟ من فاتح المايك؟ علي علي مظفر، علي رجاء سد المايك. علي مظفر محمد دياب رجاء سد المايك. ودي تأكدوا دائما من المايك مالتكم، تأكدوا يعني ممكن انه ايدك تطخ الزر مال المايك وينفتح عندك، فدائما تكون على يعني تأكد كل الاحوال اذا اكو او لا، لانه كل جماعتك يسمعون. زين ولدي؟ طيب هسه اللي عنده اتصال بعلي يقول له يسد المايك. هسه نجي عبد السلام. يعني تمام تمام يا الله شكرا. هسه نرجع بالنسبة للكورنيا. هسه إذا نريد نتكلم عنها هي scratch remover. Even though it has no blood supply, it is made of living cells and can repair local damage. الكورنيا على الرغم من أنه عدم وجود أي blood vessels أو blood supply موجود بها، يعني شوفون ماكو شعيرات دموية بالكورنيا، لكنه مع ذلك هي قادرة على أنه تصلح نفسها بنفسها. زين repair local damage وheal itself by itself. ليش؟ لما يصير عندها scratch، لما يصير اكو خدش بيها، لما تتأذى ممكن انه تصلح نفسها بنفسها، لكن طبعا مو الاضرار القوية جدا، مو كل الاضرار. The eye has self regulating pressure system. اذا هي عندها العين جهاز تنظيمي للبرجر مالتها، عادة يخلي يحافظ على ضغط العين maintains its internal pressure at about 20 millimeters أبق. هذا معدل ضغط العين يجب أن يكون ضمن هذا الرينج. Then thus keep the eye in shape. يحافظ على الشيب مالها. If dent the eye rapidly. Then يعني إذا إنه تبعج عينك او انه تضغط على عينك تشوفها انه returns راح ترجع to its original shape. ليش؟ بسبب وجود ضغط العين يحافظ على الشيب مالتها. دكتور دخلنا منطقة مظلمة راح يصير العكس انه يتوسع البؤبؤ والعدس قزحية. تمام. لما هو ضابط اوتوماتيكي تدخلين من ظلام الى منطقة برايت لايت يعمل على تقليص البؤبؤ وتصغيره. تخرجين من منطقة مظلمة من منطقة يعني عالية الشدة بالضوء إلى منطقة مظلمة، بالعكس ينفتح البيوبول، الأيرس ينسحب ويفتح البيوبول أكبر قدر ممكن حتى يدخل. فلذلك هو الايرس شغلته انه يغلق ويفتح البيوبول، يوسعه ويقلل قطره حسب كميه الضوء الساقطه عليه. نعم. The eyes are
mountain and well facing almost completely surrounded by bone. إذن العين موجودة في منطقة بحيث محاطة للحماية طبعا well protected للحماية موجودة في منطقة محاطة بالعظام طبعا of the skull bone of the skull داير مدايرها أيضا أكو موجودة each eye rests on a cushion of fat زين على وسائل دهنية يعني متموضعة على وسائل دهنية هاي الوسائل تخلي شو تسوي من شأنها أنه reduces sharp shock تقلل من الضربات أو أي شيء ممكن أن تأذي العين أيضا هذه حماية هسه أشوفكم الصورة الجاية ال cushion fat طيب the image appears upside down on the light sensitive retina at the back of the eyeball عادة الصورة اللي يحصل عليها العين تحصل عليها هي تتكون من مثلا عندك قدامك خلينا نفرض فت شجرة زين الشجرة بالحقيقة انه الضوء الخارجي الموجود حولها زين بالمحيط دا يسقط الضوء أو الشمس تسقط أشعتها على الشجرة الشجرة تعكس هذا الضوء زين تعكسه على عيننا من تدخل الأشعة الضوئية هاي rays of the light تدخل وين على العين راح تبدي تسقط وتدخل بالبيوبل من دخلت بالفتحة مال البؤبؤ سقطت على الرتينا طبعا عبرة اللينس وسقطت على الرتينا على الشبكية صورة هاي الشجرة بالحقيقة هي upside down زين مقلوبة رأساً على عقب لكن وين هاي عرتنا لكن بعدين العصب البصري ينقل هاي الانفورميشن هاي الاوبتيك انفورميشن زين هاي المعلومات البصرية ينقلها إلى الدماغ الدماغ يحللها شو راح يسوي البرين automatically corrects for this يعني راح يصححها الصورة ويقلبها ويرجعها إلى شكلها الأصلي فإذا هذه هي أيضا واحدة من الميزات. بعدين عندي البرين شو يسوي أيضا blend يدمج the image from both eyes اللي جايتني من ال left eye ومن ال right eye راح يدمجها giving us good depth perception and true three dimensional viewing. إذا راح ينطيني رؤية ثلاثية الأبعاد بإدراك حسي للعمق مال الصورة. زين؟ فهذه أيضا ميزة تشوفون هنا أنا عندي المسلز of the eye تشوفون هنا أنا six pairs of the muscles عندي ستة أزواج من العضلات اللي تسمح permit flexible movement up and down sideways and diagonally تسمح هنا أنا up and down تقدر أنت تقدر تجرب بعينك تنظر أعلى وتنظر للأسفل هذا هذا البير هذا up and down هنا أنا أيضا عندي أي left to right تنظر عينك لليمين ولليسار تقدر تودي وتجيب فيها حركة يمين ويسار أيضا عندي هنا أنا rotational أو diagonal أنا يعني حركة قطرية زين فهاي ال six muscle ها كلها تنطيني wide variety of motion إذا عندي يعني حركة متنوعة وواسعة للعين تمام بعض الأشخاص واللي هو معظمهم معظم الأشخاص عندهم good eyesight عندهم نظر جيد هذول الجماعة نسميهم emitters هاي التسميات اللي هم عندهم good vision أو good eyesight أما بالنسبة للبقية اللي عندهم noticeable vision imperfection يعني فرق الاميتروبس عن الاميتروبس هذولا هاي التسميات اكو جماعة دا يدخلون لان انا من افتح الصورة بكاملها حتى تشوفوها زين تنحجب عني رؤية الناس اللي تريد تدخل طبعا المفروض هسه ما ادخل احد انا يعني اذا هسه من عندي من هاي عندي بعد يعني هسه
صعب واحد هسه يدخل، بس شو أسوي لكم الإنترنت، ناس تدخل ناس تطلع. تمام، هسه نشوف هنا أنا. ايضا هاي الصوره نشوف ولدي انه العين هاي الاي تشوفوها، هاي منطقه السكليرا اللي هي البياض اللي يغلف الاي بول كلها من الخارج. زين هاي السكليرا نسميها، تشوفوها يغلف منها الى النهايه ومنها الى النهايه، ما عدا طبعا منطقه الكورنيا. تشوفون امامكم واضحه الصوره والصوت؟ نعم دكتورة واضح. نعم دكتورة واضح. تمام، هنا أنا راح نحكي عن شوية عن الأناتومي of human eye، الوسائل الدهنية اللي تحمي العين ومخليها متموضعة بداخل السكال ويحيطها البون حتى لا تتأذى، فبروتكشن إلها. ايضا تشوفون ال 6 pairs of muscles، شوفوها هنا أنا مرتبطه مع بعضها in the back of the eyeball. تمام، هاي الكورنيا اللي تغلف الايرس والبؤبؤ، شوفوها من الخارج ترانسبير انتفاخ انتفاخ، ها هي الكورنيا للخارج، هو الجزء الملامس للهواء الخارجي، أول جزء من العين اللي نسميه الكورنيا أو الفرونت لينس، العدسة الأمامية، هو هذا زين الجزء الشفاف اللي يلامس الهواء. أما بالنسبة لخلف الكورنيا نجي هنا أنا عندي الآيرس اللي هو الجزء الملون، خلي أأشر لكم. طيب زين، هاي السكليرا قلنا، وهاي الفات كوشن، وهاي مرتبطة 6 pairs of muscles بالخلف، وهاي هي الكورنيا اللي تغلف الايرس. بالنسبه الهاية اللي قلنا من هنا الى هنا، هاي هي السكليرا، خاف ما كان عندي مؤشر مدى تشوفون زين، فراح اعيد التاشيرات. انه تقع الجزء الخارجي ملامس للهواء الفرونت لينس، اول جزء من العين. ايضا هنا الايرس موجود، الجزء الملون، ما بين الكورنيا وما بين الايرس اكو سبيس هنا، هذا السبيس يملي منه الاكويس هيومن، عباره عن سائل معظمه ووتر، طبعا هو يغذي الكورنيا يغذيها، لانه احنا نعرف الكورنيا ما بيها بلاد سبلاي، فمنين تحصل على النيوترينت؟ تحصل عليها من الاكويس هيومن. زين، اما بالنسبه للاكسجين، فالاكسجين الكورنيا ما تاخذه، ما بيها بلاد سبلاي، من الهواء الجوي. زين تاخذه من انا. طيب بعد الكورنيا وبعد الاكويس هيومر وبعد الايرس تجينا هنا فتحه البيوبل اللي هي البؤبؤ، ومن ثم ندخل على اللينس الاصليه، هاي هي اللينس، عدسه العين. زين، فبعد العدسه هاي يجي الايبول كلها هنا، من الداخل شنو عندي؟ عندي الرتنا الشبكيه، اذا هاي كلها منطقه الشبكيه الرتنا. تمام، ضمن الشبكيه اكو هسه تشوفون اكو هاي البقعه يلو سبوت، وبداخل اليلو سبوت هاي البقعه الصفراء عندي الفوفيا سنترالس، وراح نتحدث عنها هنا، أنا راح تحدث معظم الديتيلز للفيجن. زين، هنا أنا بهاي المنطقه زين راح يحدث معظم، ليش؟ يعني هنا المستقبلات الضوئيه زين تكون بهاي المنطقه اعظم ما يمكن. هسه نشوفها بعدين. هذا طبعا الاوبتيك نيرفز، تشوفون من هنا الاوبتيك نيرفز عندي العصب البصري يطلع، وقلنا هذه ما بين المنطقه ما بين اللينس وما بين الرتنا عندي سبيس كبير جدا. هاي شنو هذا، فارغ؟ اكيد لا، هذا يمليه جيلي مي الفيتريوس هيومر. زين، الفيتريوس هيومر هذا طبعا يحافظ لنا على الشيب مال الاي بهالشكل هذه. زين، فعندي هاي اهم الاناتومي اوف هيومن اي. اول شيء عندي اذا اريد اتحدث عن تو ميجر فوكسنج كومبوننت، عندي جزئين مهمين مسؤولين
عن عملية الفوكسينج اللي هي التركيز للصورة أو تبئير نسميها وضعها في البؤرة، تبئير أو تركيز الصورة. جزئين مهمين وهي الكورنيا واللينس. الجزئين هم المسؤولين عن الصورة، تكون وتركيز الصور وإسقاطها على الرتنة. زين، شلون راح يجيبون الأشعة الضوئية من برا زين مال الصورة ويسقطوها، يجيبوها من برا الكورنيا واللينس، شلون يجيبون الأشعة الضوئية من برا ويسقطوها للصورة على الرتنة؟ شلون راح يسقطون الأشعة الضوئية للصورة على الرتنة هنا؟ خلي نشوف. الكورنيا which is the clear retina transparent bump on the front of the eye that does about 2/3 of the focusing. إذا ثلثين عملية الفوكسينج تقوم بها منه الكورنيا. ثلثين العملية تقوم. نعم. ابني هسه أكو واحد يطب هسه 41 دقيقة. يا وين كان نايم؟ أتذكر. من هذا الطالب؟ عبد الله ياسر. وين كنت عبد الله؟ بعد بالمجموعة هذول من عندي وليد. تمام. إذا هنا أنا عندي، خلي أكبر الصورة حتى تشوفون زين. يعني من أطلع يروح من عندي المؤشر الليزر اللي أشرح لكم عليه. خلي أنزل الليزر بوينتر. طيب هنا أنا إذن الكورنيا قلنا ثلثين عملية الفوكسينج تقع على عاتق الكورنيا، أما الثلث الباقي فيقع على عاتق اللينس. تمام زين. which does the fine focusing النهائي الدقيق هذا يعتمد على اللينس تكمل لنا، لكن الكورنيا هي اهم جزء راح يقوم بالفوكسينج للاشعه الضوئيه. طيب بالنسبه للكورنيا مثل ما تشوفون هنا أنا شكلها شبيه فيكست، اذا هي فيكست فوكس اليمنت، لكن بالنسبه لللينس هي فاريبل ان شيب. اللينس variable in shape، متغيرة في شكلها. زين شلون متغيرة بشكلها؟ تغير من شكلها. it has ability to focus objects at various distance. إذا أنا اللينس بهالشكل هاي أو الباك سيرفس بالذات especially the back surface ممكن أن يكون شنو بيضوي بهالشكل أو flat. زين في بعض الأحيان لما يكون تكون اللينس مشدودة بشكلها الطبيعي. زين لما تنظر الجسم بعيد تكون مرتاحة اللينس وتكون تاخذ فلاتند، تكون السيرفس مالتها يكون بهالشكل بيضوي او فلاتند. اما لما تنظر تركز اللينس على جسم قريب جدا زين ايش راح يصير؟ تضطر اللينس ان تغير من شكلها. راح شو يصير بها؟ راح يصير هذا الجزء الخلفي يصير سفيريكال، يصير كروي. زين ياخذ شكل كروي. زين فحتى تقدر تركز، لذلك نقول انه اللينس هي variable in shape لكن الكورنيا هي fixed. تمام. خلينا نفرض انه هنا الكورنيا مثل ما تشوفون، خلينا نفرض انه هي هنا تشوفوها محدبة فلات، يعني مسطحة هيك بهالشكل هاي. دخل الشعاع الضوئي من الخارج. اللي أمام البؤبؤ راح يدخل، إذا كانت فلات أمام البؤبؤ البيوبول راح يدخل مباشرة من البؤبؤ ومن ثم اللينس ويسقط على الرتنة. تمام ما عندي بيه مشكلة، لكن عندي الريز أوف ذا لايت تجي من مختلف الاتجاهات different angle. ممكن الري تجي من هنا، ممكن منا، ممكن منا، ممكن منا. هاي شلون راح هي؟ هاي شلون راح تصير بهاي الحاله؟ ما راح تدخل البيبولو بالتالي ما راح تقدر تسقط على الرتنا وما راح تتكون صوره واضحه. اما لما سبحان الله رب العالمين خلق الكورنيا بهالشكل هذا بهذا الشيء محدبه حتى شنو؟ تساعد على
إدخال أكبر كمية من اللايت ريز تدخلها إلى البيوبل ومن ثم يدخل إلى يوصل إلى الرتينة. شلون؟ هذه الشكل المحدد. نشوف أفرض شعاع خارجي وصل من هاي المنطقة. زين؟ شو راح يصير؟ المفروض يوصل هنا، يدخل هنا. لكنه لما يدخل، أنتم تشوفون إنه الكورنيا هي ترانسبيرنت شفافة. إذا ممكن أنه تخترق، لكن الهواء الجوي معامل انكساره يختلف عن معامل انكسار الكورنيا، وبالتالي راح شو يسوي؟ راح يتعاني الأشعة الضوئية هاي اللايت ريز. شو راح يصير بها؟ ريفراكشن، راح يصير بها انكسار، تنكسر الشعاع الضوئي مثل الشعاع الضوئي داخل من الهواء إلى المي. زين، دائما عندنا المثال مال الخاشوقة داخل الاستكان، والاستكان بي مي، تشوف الخاشوقة مكسورة. ليش؟ لأنه الأشعة الضوئية عانت انكسار نتيجة اختلاف كثافة الهواء عن كثافة المي، مو صحيح؟ فعانت انكسار. نفس الشيء هنا، كثافة الهواء بالخارج، كثافة الكورنيا هنا مختلفة، معامل انكسار الهواء يختلف عن معامل انكسار الكورنيا، وبالتالي سقوط الأشعة الضوئية بهالشكل راح يعاني انكسار ومن ثم يدخل إلى البؤبؤ وبالتالي يدخل. فلذلك وجود سبحان الله الكورنيا بهذا الشكل يؤدي إلى إدخال أكبر كمية من الضوء إلى داخل البيوبل ومن ثم إسقاطه على الرتنا لأفضل رؤية. زين، هذه إذن هنا الكورنيا focuses by bending عن طريق انحناء أو refracting انكسار اللايت رايز. هذا هو شغل الكورنيا. The amount of bending depends on the curvature of its surface. كمية الضوء الساقط واللي راح تدخل إلى داخل البيوبل ومن ثم إلى الرتنة، كمية هذا الضوء يعتمد على الكيرفتشر مال السيرفس مال الكورنيا. زين، فلذلك هذه طبعا مسألة تعتمد على السبيد أوف لايت قلنا، ويعتمد على الرفراكتيف إندكس أوف ريفراكشن. زين، الريلاتيف إندكس أوف ريفراكشن يعني معامل الانكسار النسبي طبعا ما بين الهواء الخارجي وما بين الكورنيا. لذلك نشوف انه شنو هي محاطه السراوندينج ماتيريال اللي تحيط بها، يختلف سرعه الضوء من مكان لمكان ومن ماده لماده بداخله. هذا نتيجته معامل الانكسار اللي قلنا تحدثنا عنه، اللي هو الاندكس اوف ريفراكشن، معامل الانكسار. فلو نستطلع ونشوف انه خلال التيبل 1، شو يقول التيبل 1؟ نشوف من البارت اوف ذا اي اللي هي هاي الاجزاء، يعرضها أول شيء الكورنيا، يشوفنا إيش قد معامل انكسارها، الإندكس أوف ريفراكشن 1.37. الأكويوس هيومر وراها منو دا يجينا 1.33. دشوف اللينز، عندك لينز كفر، لينز سنتر. ليش؟ لأن اللينز هي بالحقيقة عبارة عن طبقات. اللينز هي شون الأونيان، شون البصل تقشرة طبقة ورا طبقة، طبقة داخل طبقة، نفس الشيء اللينز. فلذلك لما نكتب المعدل، احنا ناخذ الافرج مالتها. زين، تختلف هذه الطبقات عن بعضها البعض في معامل الانكسار، لكنها متقاربه جدا، لذلك ناخذ احنا الافرج. زين، نشوف الفيتريس هيومر، شو تشوف هنا الاندكس اوف ريفراكشن لجميع هاي بارتس اوف اي، شلونها متقاربه، واحد فارزة 37%، 33%، يعني أنت لو تحسب كل الفرق ما بيناتهم ما يطلع 8% من الكورنيا إلى البتريس هيومر. زين، هذه كلها إذن فرق بسيط بيناتهم بمعاملات الانكسار. زين، أما بالنسبة للشخص لما يكون داخل مسبح أو داخل يسبح نهر بحر أي شيء، تشوف انه الرؤيه تختلف عن رؤيته لما يكون على البر او بشكل العادي. يعني زين، هسه احنا نبصر بشكلنا الطبيعي، نشوف كل شيء واضح امامنا. زين، لكن لما ندخل للماء زين او بمسبح، تتغير الرؤيه لو ما تتغير؟ تتغير، صحيح، تتغير. زيد الوضوحيه لو تقل داخل الماء.
تقل الوضوحيه. تقل الوضوحيه داخل المي. ليش قلت الوضوحيه؟ ليش بداخل المي ما اشوف مثل ما اشوف برا المي؟ زين دكتوره لان معامل الانكسار قريب من كورني. نعم نتيجه اختلاف معامل الانكسار. شلون ما بين الكورنيا؟ لان انا شلون دا اشوف دا الاشعه الضوئيه دا تتسقط وتكسرها الكورنيا وتدخلها الى داخل البيوبل ومن ثم اللينس ومن ثم الرتنا. زين الكورنيا معامل انكسارها انا اعرف ايش قد 1.37 تمام. المي ايش قد معامل انكساره؟ 1.33. انتم مشتغلين اكيد بالعملي شايفيها. زين معامل انكسار المي ماخذين، معامل انكسار الزجاج. زين فتشوفون الفرق ما بين 1.33 و 1.37 متقاربه مو صحيح؟ ماكو فرق، قليل جدا يعني العددين close together. زين كلش قريبه لبعضها مو صحيح؟ لما ما يكون اكو فرق في معامل الانكسار الاندكس اوف ريفراكشن زين اللي هو نرمز له n small، لما ما يكون اكو فرق في معامل الانكسار ماكو فد تباين كونتراست او فرق كبير، معناها شنو؟ ما راح تنكسر الاشعه الضوئيه لدرجه كبيره، ما راح تقدر تنكسر وتسقط وتدخل للرتنا، راح تدخل كميه قليله جدا من الاشعه الضوئيه، وبالتالي راح تكون الصوره بها غبش غير واضحه مشوشه زين على الرتنا. اما بالنسبه للشخص اللي مو بداخل مسبح وانما بشكل طبيعي بالاير زين هواء جوي وبيشوفه بشكل واضح، ليش يشوف؟ ليش احنا نشوفه بشكل واضح برا برا المي؟ ليه معامل انكسار الهواء اكثر معامل انكسار الهواء واحد؟ لان معامل انكسار الهواء ايش قد؟ واحد يختلف عن الكورنيا لو لا؟ يختلف، اكو فرق 37% هنا 1.37 بينما هناك واحد الهواء الجوي واحد. يختلف عن الكورنيا لو ما يختلف؟ يختلف. لما يصير اكو تباين كبير زين واختلاف كبير في معاملات الانكسار للجسمين ما بين الهواء وما بين الكورنيا، اذا ايش راح يصير؟ راح يصير عمليه انكسار الاشعه الضوئيه أكبر، وبالتالي دخول كمية من الأشعة الضوئية أكبر ووصولها إلى الرتنة، فتكون الصورة واضحة على الرتنة. تمام؟ عرفنا هسه شنو الفرق بيناتهم؟ بين المي، الرؤية داخل الماء والرؤية في الهواء الجوي. هذا هو السبب اللي هو تباين معاملات الانكسار والاختلاف الكبير ما بينهم ما بين الخارج والداخل يؤدي إلى زيادة وضوحية الرؤية داخل العين. طيب هنا عندي الاندكس اوف ريفراكشن از نيرلي كونستانت، يعني بصوره عامه فور اول كورنياز، يعني بصوره عامه كل البشر معاملات انكسار الكورنيا مالتهم نفسها زين ما يختلف، يعني يجوز فرق كلش بسيط في معامل انكسار الكورنيا مالتي عن الكورنيا مالتكم، ماكو ذاك الفرق زين، متساويه تقريبا للجميع. لعد ليش أنا أباوع مثلا نظري موشي بينما أنتم نظركم زين؟ ليش؟ أكو فرق في الكيرفتشر. من اللي يلعب دور بالكورنيا هنا؟ مو معامل انكسار الكورنيا وإنما تحدب السطح مالتها، تحدب سطح الكورنيا. إذا عندي هنا the curvature varies يختلف considerably from the person to another and is responsible for most of our defective vision. إذا تحدب الكورنية، مقدار تحدب هاي الكورنية هو هذا اللي يؤدي إلى فرق الرؤية ما بيني وما بين شخص ثاني زين، وممكن أن يولد عندي defective vision، ممكن أن يولد عندي عيوب بصرية بينما الثاني شخص آخر عنده normal vision، طبيعي البصر مالته، طبيعي الرؤية مالته، بينما أنا عندي عيوب بصرية defective vision. شلون هاي الكيرفتشر مال هاي الكورنيا ممكن أن يأثر، ممكن أن يأثر على الإبصار مالتي أو على الفيجن مالتي؟ If the cornea is curved too much
the eye is nearsighted. إذا هاي واحدة من العيوب البصرية اللي ممكن طبعا موجودة عند الكثير من الناس. زين العيوب البصرية defective vision واحدة من عندهم هي nearsighted اللي هو قرب البصر نسميه عنده قرب. زين هذا وناس عندها بعد مو صحيح شنو القرب وشنو البعد هسه ناخذها بعدين بالمحاضرة الجاية ناخذها. هاي الكورنية لما تكون curved too much محدبة أكثر من اللازم هاي راح تسوي راح تكسر الأشعة الضوئية كثيرا وبالتالي راح تلتقي كلها هي شو تتكون الصورة من التقاء الأشعة الضوئية المنكسرة مع بعضها تسقط على الرتنة وتكون الصورة. زين إذا هي انكسرت زايد انكسرت والتقت قبل ما توصل للرتنة إحنا أنا اللي حقت تلتقي بعد ما وصلت للرتنة والتقت من قد ما انكسارها عالي لأن الكيرفتشر مال الكورنيا عالي وبالتالي شو يصير عندي التقت في منطقة قريبة أقرب من الرتنة فنسميها قرب بصر near sighted. لما ما تسقط الصورة لما الأشعة الضوئية تلتقي مع بعضها في منطقة أقرب من الرتنة يعني ما سقطت على الرتنة ومن ما سقطت على الرتنة يعني ما تكونت عندي صورة واضحة فالعين راح تكون بيها مشكلة والبصر راح يكون عندي بيه مشكلة هاي near sighted. أما بالنسبة للسكند effective vision اللي هو الفار سايتدنس بعد بصر هنا راح تكون الأشعة الضوئية ما راح تلتقي أمام الرتنة وإنما خلف الرتنة أبعد من الرتنة نسميه بعد بصر. ليش؟ ناتج عن not enough curvature of the cornea. الكورنيا محددة لكن مو بشكل كافي وبالتالي الانكسارات مال الأشعة الضوئية راح تكون قليلة. زين وبالتالي من راح تلتقي وين؟ أبعد من الرتنة. إذا تكون أبعد من الرتنة هم ما راح تفيدني يعني إذا تسقط على الرتنة مو صحيح. لذلك هذه أيضا عيب بصري واللي هو الفارسايتدنس وإحنا راح نتكلم بشكل أكثر تفصيل عن الأمراض يعني لا تشيلونها بس أنطف الهنت عن مقدمة introduction. عندي الديفكتيف فيجن الثالث اللي هو الأنيفن كيرفتشر غير متساوية في تحدبها هذا يؤدي لي إلى مرض آخر اللي هو الاستكماتيزم. معناها شنو يعني الكورنيا هنا منطقة تحدبها عالي المنطقة المجاورة تحدبها أقل وبالتالي يصير عندي uneven curvature زين غير متساوية في تحدبها هذا يؤدي إلى الاستكماتيزم. قلنا هاسنس بلبن سيل نعم التحدب الخطأ يكون بالكورنيا نفسها لا اللينسز هي راح تكون متغيرة في الشكل حتى تكمل عملية الفوكسنج وتوصل الأشعة الضوئية وين للرتنة. أما الكورنيا هي هنا قلنا مثل البصل شلون البصل تقشره فلذلك هنا هي محدبة بالأساس لكن بعض الناس عندهم عيوب بصرية ما محدبة بشكل كافي أو محدبة أكثر من اللازم أو تحدبها يكون ما متساوي في منطقة عن منطقة ثانية فلذلك يؤدي إلى هاي العيوب البصرية. هاي إحنا دا نحكي عن الكورنيا بعدنا لا اي هاي يقصد على الكورنيا اي نعم سينس ذا مو احنا ما معظم الناس ما يحكي ما يقول كورنيا فمعظم الناس هاي يعني ياخذون بالشكل الدارج. طيب احنا قلنا living cells in the cornea is not are not supplied with oxygen مو صحيح فقلنا هي راح تاخذ الاكسجين من الهواء الجوي ايضا
having blood vessels in the cornea would not help our vision. يعني تخيل إنه الكورنيا بيها blood vessels بيها أوعية دموية. شو راح يصير؟ الرؤية مالتك راح تكون دموية. راح يكون كل شيء تشوفه أحمر. مو صحيح بسبب وجود هاي blood vessels بالكورنيا. لذلك سبحان الله رب العالمين ما خلق ليها blood vessels وخلاها تأخذ التغذية من الأكويس هيومر وتأخذ الأكسجين من الهواء الجوي من أجل وضوحية الرؤية. زين. بالنسبة للأكويس هيومر اللي خلف الكورنيا contain all of the blood components except the blood cells. زين بي كل الأشياء اللي يحتاجها تحتاجها الكورنيا للتغذية ما عدا طبعا الخلايا الدم الحمراء. هنا أنا بالنسبة if the cornea is crushed إذا صار بها خدش then قلنا it will heal itself راح تقدر تسوي repairing by itself. لكن أكو أنواع قلنا من الدمج يختلف يعني يكون permanent دائمي مثل إيش؟ مثل عندي الأشخاص اللي دائما يشتغلون برا بالشمس الworkers البنائين العمال البرا هذول يتعرضون للشمس بشكل دائم وبالتالي الشمس بها ultraviolet عالي أشعة فوق البنفسجية هاي من شأنها أن تسوي دامج للكورنيا وراح تسوي بها عتامة opacities زين هاي الopacities اللي هي العتامة تصير الكورنيا cloudy تصير وكأنها مغيمة شوفوها هاي الصور مالتها تكون cloudy كورنيا شوفوها وكأنها غائمة تكون مبيضة هاي هي فتشوفون إنه العدس الكورنيا هنا تكون معتمة opacities لما تكون بهالشكل هذه نضطر إلى أنه نجرى عملية كورنيا ترانسبلانت زين زرع قرنية جديدة هاي القرنية طبعاً مين أحصل عليها من فد دونر متطوع قبل ما يموت مثلاً هو متطوع بأجزاء جسمه متبرع بيها متبرع بالكورنيا مالته فلذلك ممكن أنه ناخذها من دونر shortly after death بعد ما يموت وقت قصير ممكن ناخذها ونزرعها لشخص ثاني يعاني من الاوبوسيتيز اوف كورنيا طبعا العمليه تكون سهله جدا مجرد انه يقطع الجزء العالي زين من الكورنيا يزيله مو كل الكورنيا طبعا فقط الجزء بالمقدمه يسوي للكورنيا الجديدة من الدونر يجيبها هاي الكورنيا الجديدة ويخيطها بهالشكل هذا فتم عملية الكورنيا ترانسبلانت طبعا عملية الريجكشن رفض الجسم للكورنيا هاي الجديدة معدلها قليل جدا يعني الجسم عادة ما يرفض الكورنيا رغم انه هو جسم غريب ودخل عليه لكنه ما يرفضها بسبب اللو ميتابوليزم ريت معدل الأيض مالتها قليل جدا لذلك الجسم ما يرفضها مو مثل بقية زراعة أعضاء الجسم مثلا زراعة الكلى زراعة الكبد وهكذا كثير من الناس تزرع كلى لكنه يصير بها رفض بعد مدة من العمليات يرفضها الجسم زين تختلف هاي الأورجانز عن الكورنيا معظم العمليات هي ناجحة ويتقبلها الجسم ما يرفضها ما يصير بيه ريجكشن نعم منو عنده سؤال الاستيغماتيزم هاي بعدين احنا راح ناخذها بشكل اكثر تفصيلي لكن انا نطيت هنت عنها قلت انه الاستيغماتيزم هو ناتج عن uneven curvature زين يعني العين منطقة إلى أخرى منطقة التحدب مالتها يكون عالي ومنطقة المجاورة منطقة تحدبها أقل لذلك لما يصير uneven curvature راح يؤدي إلى مرض الاستيغماتيزم فعندي ثلاث أمراض إذن too much curvature وبعدين عندي الكيرفتشر مالتها not enough
قليل جدا، وبعدين عندي ان ايفن كيرفتشر. هاي ثلاث عيوب بصريه راح ناخذها بشكل اكثر تفصيلي في المحاضره القادمه. المحاضره القادمه مهمه ليش؟ لانه راح نشتغل على مسائل، وانتم تدرون اني اعشق المسائل، فلذلك اجيب هواي مسائل خاصه على الفيجن. فلازم تتعلمون، هي المسائل بسيطه وما يراد لها كل شيء، اذا تفهمها للقانون تطبقها بشكل بسيط جدا وبسلس، بس لازم يعني تكون حاضر وتفهم شلون بيصير تطبيق القانون. راح اشتغلها بيدي قدامك زين، على مود تعرف شلون نحل المسائل. بالنسبة قلنا هنا الكورنيا ترانسبلانت، زراعة القرنية تتم نتيجة عتامة القرنية. في بعض الأحيان يصير بالكورنيا أوباسيتيز اللي هي عتامة تصير، زين فتشوفين بالكورنيا بهالشكل هذا يصير، نضطر إلى أنه نزيل ريموف هاي الأولد كورنيا ونخلي كورنيا جديدة اللي هي تتم عن طريق دونر متبرع بعد ما يموت after death shortly، ناخذ من عند الكورنيا ونزرعها للشخص اللي يعاني من الكورنيا opacities كورنيا، فنزرع لها، وممكن انه يكون عملية رفض هاي الكورنيا نسبتها ضئيلة جدا، الجسم ما يرفضها مثل ما يرفض بقية زراعة الأعضاء. ليش؟ لأنه معدل الأيضي للكورنيا يكون واطي جدا، زين فلذلك الريجكشن يكون يعني قليل جدا، رفض الكورنيا تقريبا معدوم بالنسبة لزراعتها. نعم، هسه بالنسبة للفوكسينج بروبرتيز، هنا أنا عندي هاي انتبهولها، هاي مهمة. حسب ما تشوفون هنا اللينز، اللينز is more curved in back than in the front. It changes its focal strength by changing its curvature. إذا أنا عندي هنا من خلال هذه الصورة اللي تشوفوها قدامكم اللينز، هسا احنا خلصنا من الكورنيا واجينا على اللينز. شنو بيها اللينز هنا؟ تشوفون انه هاي الصورة ايش تختلف عن هذه؟ هنا الجسم العين دا تنظر الى جسم، وهنا ايضا عين دا تنظر الى جسم اخر. ليش اللينز هنا تختلف عن هذه اللينز؟ دكتورة هنا تنظر يعني الجزء بعيد وهنا الجزء قريب؟ هاي الصورة تنظر إلى جسم شنو؟ هاي إلى جسم بعيد قريب، يعني تكون قريب. مرتاحة مثل ما قلتي أنت. نعم، إذا هنا العين تكون مرتاحة لما تنظر إلى جسم بعيد جدا، زين شون؟ أفرض أنت طالع للصحراء للبر، زين شنو عينك ما تشوف قدامها أي عوائق، ففضاء فضاء، والعين ممكن أن تنظر على مد البصر قد ما تقدر، تصل الرؤية عندك إلى الملانهاية، إلى الانفينيتي، على مدى الأفق. ليش؟ العين وين ما تنظر إلى مكان بعيد هي مرتاحة، زين ريلاكس. العضلات مال العين هنا الفوكسينج ماسلز هنا مرتاحة. العدسة اللينز دا تصرف يعني أقل ما يمكن من الفوكسينج باور، نسميها lowest power، lowest focusing power، زين ما تصرف هاي وين؟ لما تنظر، لما تكون focused on distant objects. distant object يعني جسم بعيد، زين فنشوفه هنا يكون السيرفس الباك سيرفس مالتها يكون شوفوه بيضوي او flattened، زين مسطح تقريبا، زين
هاي يكون لأن العين مرتاحة. تشوفون هنا بالنسبة للفايبرز هنا الموجودة suspension fiber هاي ألياف لتعليق العدسة. زين هاي ألياف التعليق. ليش معلقة بألياف هنا فايبرز؟ لأنه العدسة أريدها تتغير بشكلها. فش أسوي؟ ما مثبتة وإنما معلقة حتى بكيفها. شو ما تريد تأخذ شكل تأخذ. زين فهذه تكون الألياف هنا مشدودة الفايبرز مرتبطة بالمسلز مرتاحة العين الباك سيرفس تشوفوها مسطحة أو فلاتن دا تنظر إلى جسم بعيد زين ومرتاحة. أما العين لما تنظر إلى أجسام قريبة زين تطلع مثلا بالشارع تشوف هنا بناية وهنا سيارة وهنا محل وهنا العين تتعب العين من الأشياء العوائق القريبة من عندها. دائما تبحث عن النظر إلى مكان يعني مفتوح. فلما تنظر إلى أشياء قريبة تشوفون أنه تحتاج إلى قوة يعني focusing power أعلى تحتاج إلى أنه تنظر بشكل أكبر تصرف طاقة أكبر greater focusing power. لذلك تشوفون أنه هنا الشكل مال العدسة الباك سيرفس مالته ياخذ شكل سفيريكال كروي حتى يركز اكثر. زين تشوفون انه العضلات الموجودة الفوكسنج ماسلز هاي الفوكسنج ماسلز هنا الموجودة شو تصير نسميها سيركلر ماسل هاي تكون موجودة اراوند ذا لينز زين حول العدسة. شو يصير بيها؟ يصير بيها كونتراست زين كونتراكت هاي يعني مشدودة متقلصة تنشد إلى smaller circle زين إلى دوائر صغيرة ومن ثم تأخذ التنشن مال اللينز تشوفون. وبالتالي لما هذه تنشد راح ترتخي الفايبرز من ترتخي الفايبرز راح تترك اللينز بهالشكل هذه وتأخذ شكلها السفيريكال. بينما هنا الفايبرز هنا مشدوده وشاده وياها العدسه ومرتاحه العين. هنا لا بالعكس وانما هنا العضله هي المتقلصه وماخذه الشد مال اللينز وبالتالي تاخذ بهالشكل هذا السبيركل وتحتاج ان تركز كثيرا حتى تنظر الى جسم قريب خاصه من تقرون من بالقرايه تكون مثلا الكتاب قريب من عين. ايش العين تتعب من القرايه؟ لان الجسم قريب الكتاب قريب الها. ايش قد ما تقدر حاول ان تبعد المسافه الصحيه للعين انه ربع متر 25 سنتيمتر هاي المفروض هي المكان الملائم. لا تخليه قريب من عينك وتاذي عينك تتعبه وبالتالي حتى يقوم راسك يوجعك لما العين تتعب زين. فلذلك احنا نشوف انه لما تنظر العين الى جسم قريب أقرب مسافة ممكن أنه توصلها تشوفها العين وبرؤية واضحة أقرب مسافة نسميها النير بوينت واللي هو تقريبا مقداره 25 سنتيمتر زين النير بوينت. بينما أبعد نقطة ممكن أن تنظر لها العين بوضوح هاي طبعا أنا دا أتكلم عن منه عن النورمال آي النورمال فيجن أنا ما دا أتحدث عن أشخاص عندهم عيوب بصرية defective vision دا أتحدث عن أشخاص عينهم سليمة ما عندهم أي مشكلة. لذلك نقول إنه الـ far point زين النقطة البعيدة النورمال آي تكون بالإنفينيتي بالمالا نهاية ممكن إنه من تطلع تشوف مكان فضاء تشوف أبعد ما يمكن عينك ممكن تشوف بالمالا نهاية. نعم الإنفينيتي هي الـ far point للنورمال آي للنورمال فيجن والنير بوينت بالنسبة للنورمال آي والنورمال فيجن هي 25 سنتيمتر هي أقرب نقطة ممكن أن تشوفها العين النورمال بشكل واضح. فهمنا شنو النير بوينت والفار بوينت بالنسبة للعين هي بالنسبة دا أتكلم عن النورمال آي تمام. هنا أنا عندي الفوكسينج باور the lens is more curved in the back than in the front. تشوفون هنا أنا بالخلف تكون الكيرفتشر مالتها اعلى من السطح الامامي للعدسه.
it changes its focal strength by changing its curvature. إذا ممكن اللينز تغير من الفوكال سترينث مالتها زين أو الفوكال أو السترينث باور مالتها نسمي قوة هاي العدسة تغير من خلال تغيير الكيربتشر مالتها مو صحيح؟ هنا أنا تغير من than that of the cornea. ليش عندي الفوكسينج باور مالت اللينز أقل من الكورنيا؟ ليش الكورنيا الفوكسينج باور مالتها أعلى من اللينز؟ Because it is هذا نحكي عن اللينز because it is surrounded by substance that have index of refraction close to its own. إذا اللينز إذا أجي أشوف هاي اللينز زين بالنسبة للكفر بالنسبة للسنتر خلي أشوف شنو يحيط اللينز شنو برا اللينز الأكوياس شنو اللي خلف اللينز الفيترياس صحيح إذا أنا عندي هنا سائل زين وبالتالي معاملات انكسارهم للأكوياس والفيترياس إيش قد الأكوياس 1.33 الفيترياس 1.33 وهي واقعة بالنص اللينز 1.38 39 وهكذا زين نأخذ الأفرج مالتها زين متقاربة جدا وبما أنه اللينز يحيطها مواد متقاربة في معاملات انكسارها معها مع اللينز لذلك شو راح يصير راح يصير الفوكسينج باور مالتها تكون أقل من الفوكسينج باور مال الكورنيا ليش لأن الكورنيا هذه الكورنيا قلنا داير مدايرها شنو أكو هواء جوي وبالتالي يختلف معامل انكساره عن الكورنيا فلذلك الفوكسينج باور للكورنيا قدرة الكورنيا على اسقاط وكسر الاشعه الضوئيه زين اعلى من قدره اللينز بسبب اختلاف وتباين كبير موجود ما بين معامل انكسار الكورنيا وما بين الهواء الجوي نفس الشغله مثل الووتر نفس الشغلة لما تكون أنت داخل مسبح زين وداخل أو بالهواء الجوي عادي نفس الشيء الفوكسينج باور هاي مالتها من اللينز تكون أقل من الفوكسينج باور مال الكورنيا تمام هذا تحدثنا عنه قلنا اللينز هي ماني لايرز مثل الأونيون هاي أيضا هاد كلها تحدثنا عنها هاي شرحت لكم عليها الفوكسينج ماسلز زين اللوست باور الديستنس اوبجكتس الفار بوينت كل هذا تكلمنا عنه زين وهاي بالنسبه للنير بوينت ايضا قلت لكم النير بوينت بالنسبه للنورمال فيجن او نورمال اي هي ايش قد مقدارها 25 سي ام النير بوينت هي الليست ديستنس اوف ديستينكت فيجن يعني اقل مسافه ممكن انه ترى بها العين رؤيه واضحه ديستينكت فيجن زين وهاي هي هنا مثلا الاوبجكت زين مثلا تري او كار او بيرسون اني بيرسون هنا أنا. انت دا تشوفه هذا هو الاوبجكت ويبعد مسافه هنا أنا عنك هاي هي اللينز هاي هي الكورنيا تسقط الكورنيا الاشعه الضوئيه وتكسرها وتوصلها لللينز واللينز تسقطها على الرتنا تمام فمثلا هنا الكتاب انت تقرا كتاب هنا يبعد عن عينك لازم ما لا يقل عن 25 سنتيمتر هنا بعض الاشخاص يجيبوه على 20 18 سنتيمتر هذا شيء خاطئ جدا اذا هم عندهم يعني نورمال فيجن اما اذا هم عندهم مشكله عندهم ديفكتيف فيجن لا عادي اكو ناس عندهم النير بوينت مو 25 اكو ناس 15 النير بوينت مالتهم سنتيمتر يعني عندهم مشاكل بصرية فطبعا يضطر إلى أن يقرب الورقة إلى أو الكتاب إلى عينه زين ونفس الشيء بالنسبة للفار بوينت مو كل الناس تنظر لما لا نهاية ما تقدر أكو ناس الفار بوينت مالتها أبعد نقطة ممكن إن يشوفها مو شرط تكون بالما لا نهاية إذا عنده يعني ديفكتيف فيجن ممكن يجوز مترين أبعد نقطة ممكن يشوفها مترين يجوز يعني الشخص اللي قدامه ثلاثة أمتار ما يقدر يشوف تفاصيل وجهه نعم فهاي كلها هاي عيوب بصرية ممكنة فلما تكون اللينز في
أثخن ما يمكن الثيكست زين، هاي بهاي الحالة هو دا ينظر إلى جسم قريب ويكون نير بوينت مالته المفروض اللي النورمال آي قلنا 25 سنتيمتر زين. وهنا أنا طبعاً greater focusing power دا تصرف العين في حالة الجسم القريب مثل ما قلنا. عندنا الأكوموديشن اللي هو التكيف. شنو هو التكيف الأكوموديشن؟ هذا مهم جداً. تسمعوني طلاب؟ مجموعة ثلاثة وأربعة. الأكوموديشن هو تكيف وقدرة العدسة على ومرونة العدسة زين حتى تغير من شكلها تبعا لبعد الجسم عنها. احنا مو قلنا الجسم البعيد العدسه راح تكون فلاتند، الجسم القريب راح تكون سفيريكال السيرفس مالته، مو صحيح؟ فتغير الشيب مال اللينز يكون تبعا لشنو؟ تبعا لبعد الجسم عنها. تمام، هاي هذا التغير، هاي الفلكسبيليتي المرونه مال تغيير الشيب مالتها الهاي لينز، هاي شنو؟ هاي نسميها اكوموديشن، قدرة العدسة على التكيف مع بعد الجسم اللي تنظر له. طبعا يعني انتوا الاكوموديشن مالتكم عالي باعتباركم شباب وبعدكم صغار، لكنه people when they get older their lenses lose some accommodation. اذا ما راح تظل نفس الاكوموديشن عندهم، ما راح تظل نفس القدرة الفلكسبيليتي مال العدسة على ان تغير من الشيب مالتها كلسة وتتقلص وتنشد وترتخي، لا ما تظل عندهم نفس الشيء زين. هذا الشيء اللوز للاكوموديشن راح يؤدي الى مرض رابع اللي هو بريس بايوبيا. البريس بايوبيا اللي نسميه تسمية ثانية اولد سايد، هذا ناتج when the lens has lost nearly all of its accommodation. لما نريد نعرف الديفينيشن تعريف مال الاكوموديشن، هي حقيقه الديستنس بتوين الفار بوينت والنير بوينت زين للشخص. طبعا الفار بوينت والنير بوينت يختلف من شخص لاخر اذا عنده اذا هو نورمال او اذا هو لا عنده عيوب بصريه. ف هنا هاي مثلا الشجرة سقطت عليها أشعة ضوئية والشجرة عكست الشعاع الضوئي للعين لأن العين دا تنظر لها، عكست الشعاع الضوئي الكورنية كسرته سقط، شوفوا وصلت هنا وكسرته والعدسة كسرته والتقت الأشعة الضوئية المفروض وين تلتقي؟ تلتقي على الرتنة، فتكونت صورة الشجرة هاي نشوفها بشكل مقلوب على الرتنة. هنا أنا التقاء الأشعة الضوئية بشكل مقلوب زين، هاي بالنسبه للفار بوينت وهاي بالنسبه للنير بوينت. هنا أنا طبعا بالانفينيتي بالنسبه للنورمال فيجن هنا أنا يبعد 25 سي ام بالنسبه لل، تشوفون هنا أنا شكل اللينس بالفار بوينت مرتاحه وفلاتند والعين تنظر للشجره بشكل مريح، اما هنا أنا بالنسبه للنير بوينت تشوفون شكل اللينس ايش صارت بها، زادت الكيرفشر مالتها صارت سفيريكال بالنسبه للباك سيرفيس حتى تقدر تكسر الاشعه الضوئيه وتسقطها هنا أنا. تمام، لان ما عدا مسافه، المسافه قريبه جدا، فحتى تلحق تكسر الاشعه وتسقطها على الرتنا تضطر الى انه تاخذ هذا الشكل السفيريكال من الباك سيرفيس حتى تقدر. زين دكتورة الشكل مالتها لما ياخذ سفيريكال يكون دائما للخلف لو هم للامام؟ اي الباك سيرفس يكون اكثر كيرفتشر من الفرونت سيرفس، الفرونت سيرفس ايضا هو راح يتغير في شكله لكن مو مثل الباك سيرفس. تمام دكتورة. تمام، بالنسبة لللينس بعدنا دا نتكلم عنها، مثل الكورنيا قلنا ايضا يصير بها دامج، ايضا يصير بها مشاكل وخاصة من الالترا فايلوت اللي تجينا من الشمس زين. هذه وايضا طبعا انذر فورمز اوف راديشن، لكن المرض اللي يصير بها احنا قلنا قتامة كانت تصير او عتامة اوبوسيتيز بالكورنيا سابقا، هسه باللينز ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كاتاراكت. الكاتاراكت هو اذا سامعين بي المي الابيض
زين نقول بها ماء ابيض. الماء الابيض هي حقيقه انه اللينز اصبحت بيضه، فقدت الكليرنس مالتها، الكليرتي، الكليرتي مالتها، الوضوحيه والشفافيه مالتها فقدتها. زين فلذلك صار بها كاتراك. فتشوفون انه العين هنا اي without cataract، شوفوا عين طبيعيه هاي عين normal eye without cataract، بينما العين لما تصير بها كاتراكت هاي شوفوها، تشوفون اللينس مالتها هي مبينه بيضه من الداخل، بعد البؤبؤ تشوف انه اكو بياض، اللينس بيضه. هذه هي بالكاتراكت، تشوفون الرؤيه مالتها هاي clear image، بينما هنا through cataract. تشوفون شلون الرؤيه مغوشه مضببه غير واضحه. ليش؟ لأن هنا تشوفون اللينز بها كاتراكت، بينما هنا الرؤية الواضحة اللينز طبيعية without cataract. زين هاي أيضا مثل ما سوينا ترانسبلانت للكورنيا، أيضا ممكن أن هنا نسوي أيضا عملية جراحية لللينز ونزيلها، لكن طبعا هسه صار عندي artificial lens، عدسات مصنعة. شلون هاي اللينز اللي يلبسوها البنات الملونة أو لينز طبية زين من مادة يعني بلاستيكية، ممكن أنه تتقبلها العين وما ترفضها، وإلها نفس القوة الفوكسينج باور لللينز الطبيعية. ممكن أن نزيل اللينز اللي بيها كاتراك ونستعيض عنها بارتفيشيال لينز ونزرعها. طبعا بالنسبه للكبار يكون بنج موضعي، بالنسبه للصغار لان يتحركون لا يكون بنج عام، عمليه ويستبدلون اللينز. وطبعا بهاي الحاله يعني اللينز لما يصير بها كاتراكت طبعا نو اكوموديشن، تفقد الاكوموديشن مالتها، تفقد قدرتها على التكيف. زين وبعض مو كل الناس يعني تسوي تخلي لينز جديدة، مو شرط يعني أكو ناس هواي لما يشيلون اللينز من عندهم ويصير عندهم كاتراكت يلبسون نظارة شعب بطل يعني هاي الثخينة زين ويستعيضون عنها بهاي النظارة، يعني مو شرط إلا إنه، لكن هاي حديثا أصبحت إنه نستبدل اللينز اللي بيها كاتراكت بوحدة artificial lens. تمام. حتى بالنسبة للبوبل اللي هو البؤبؤ مال العين، نشوف انه هو عبارة عن فتحة opening، فتحة in the center of the iris، في وسط الايرس القزحية. تمام. where the light enters the lens، لما يدخل من خلاله الى اللينز، الى العدسه اللي خلف البيوبل. It appears black. ليش عندي هنا أنا طبعا نسيت اذكرها لذاك الجروب، ما قلت لهم انه هو مكتوب بعدهم طبعا واضحه. ليش هذا البيوبل بلاك؟ ليش نشوفه اسود؟ ليش ما نشوفه همينه ملون مثل الايرس؟ من يعرف؟ انت راح يصير امتصاص يعني؟ الأشعة الضوئية نعم القادمة من الخارج لما تدخل للبيوبول، هاي هو فتحة، عبارة عن فتحة، لكن شنو أشوف الداخل أسود؟ لأن الأشعة الضوئية كلها اللي داخلها راح تمتص. زين فما راح تنعكس على أفرض على سيارة حمراء. ليش دا أشوفها حمراء؟ ليش هاي السيارة حمراء؟ لأن هاي السيارة لما سقطت عليها أشعة الشمس امتصت هاي السيارة كل الألوان، عكست فقط اللون الأحمر لونها، امتصت جميع الألوان لكن عكست العيني لونها الأصلي اللي هو الأحمر. تمام؟ أما بالنسبة هنا للبؤبؤ يبين لنا أسود لأنه امتص جميع الألوان وما عكس ولا لون، ما طلع من عنده ولا لون، مقبره فاتت الاشعه الضوئيه جوا ما طلع منها ولا شيء. زين فلذلك لما ما ينعكس اي شعاع ضوئي باي لون ثاني اكيد اني راح اشوفه اسود. تمام. زين اذا عكست جميع الاشعه الضوئيه شلون اشوف لونها؟
أبيض. 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 تمام. أي. فإذا راح تمتص جميع الأشعة الضوئية بالداخل وراح أشوفه أسود لأن ما انعكس لي أي شعاع ضوئي. طيب. هنا لما نشوف under average light condition زين لما نشوف إنه معدل الضوء يعني متوسط the opening is about الفتحة هاي مال البؤبؤ هي عادة 4 مليمترات هاي الأفرج لايت كونديشن بالضوء الطبيعي زين الدايميتر مالتها قطرها منا إلى هنا 4 مليمتر لكن هذا القطر it can change راح يتغير حوالي ممكن أن يصغر من 4 إلى 3 مليمترات وين هاي بالبرايت لايت نعم لما يكون الضوء ساطع بالبرايت لايت ممكن أن يتقلص الأيرس زين ويسد فتحة البيوبل زين إلى 3 مليمتر زين هاي دائما لما أنت داخل البيت وتطلع برا للطرمة أو للحديقة فجأة يجيك ضوء كمية كبيرة فحتى تحافظ العين على الرتنة يعني تحس رأساً أنه عينك انحرقت عبالك من تطلع فجأة فرأساً الأيرس وراء 5 ثواني زين بالضبط بعد 5 ثواني مباشرة شي يصير يتقلص ويسد الفتحة يسد الفتحة أقل ما يمكن أن يسدها إلى 3 مليمترات حتى يقلل من كمية الضوء الساقطة والداخل إلى الرتنة زين هاي بالبرايت لايت نسميها الامبل لايت زين هنا أنا الامبل لايتنينج او الامبل لايت يعني كميه وافره من الضوء الساطع زين اما بالنسبه لما تكون انت اساسا من برا طالع جاي من الشارع وفايت على بيتك تشوف انه الضوء الخارجي كان عالي شدته دخلت للبيت الضوء خافت مو مثل البرة فشنو أول ما تفوت للبيت مجربيها تكون عينكم ما تشوف وكأنه ظلام عبالك البيت أول ما تفوت يعني اسما انت تشوف يعني فشي قليل هاي شنو هاي البؤبؤ كان صغير جدا زين فمن دخلت للبيت الكمية الضوء قليلة فشو صار بالبؤبؤ راح يبدي يتوسع يصير بي دايليتينج زين يبدي يتوسع البؤبؤ إلى أن ممكن أن يصل إلى 8 مليمترات الدايميتر مالته زين هاي بالدم لايت بالضوء الخافت دم لايت زين نسميه أو يعني نسميه ليتل لايت زين هاي يصير عندك بالضبط هاي فهنا بالنسبة للعين شوفوا هنا undilated pupil هاي غير متوسع شوفوا صغير مكان الرؤية هنا هاي لما يدخل الأشعة الضوئية يسقط على الرتنة نشوف هنا portion of retina that can be seen through undilated pupil زين شوفوا هذا الجزء من الرتنة هو المضاء لأن البؤبؤ صغير شوفوا أما البؤبؤ من يتوسع dilated pupil شو راح يصير راح يدخل ضوء بكمية كبيرة هاي الرتنة كلها يضويها زين هاي هي جزء الرتنة portion of retina that can be seen through dilated pupil زين هاي كلها بتشوفون الفرق بين الرتنة هنا والرتنة هنا تختلف طبعا حتى تقدر تحصل على أكبر كمية من الضوء وتحصل على ضوء كافي تمام هسه ننتقل على اللي بعدها The iris doesn't respond instantly يعني ما يستجيب آنياً بنفس اللحظة وإنما يحتاج إلى time يحتاج إلى وقت شنو هو الوقت قلنا حتى بالنسبة لهذا الفيجر إذا تريدون تشوفوا بالنسبة للبرايت لايت من تجي بضوء ساطع تطلع برا للحديقة ضوء ساطع إذا تشوفون هذا هو الكيرف ماله الكيرف تشوفون انه اذا انت نعرف الدايميتر مال البيوبل راه ايش قد يوصل بالبرايت لايت قلنا 3 مليمتر هذا هو البيوبل دايميتر هذا الاكسس مالته وهنا بالنسبه للتايم اكسس زين فهذا الكيرف من الجزء مال البرايت لايت هذا الجزء الكيرف لما اريد اشوف اسقط من ال 3 مليمتر هنا
انزل اسقط على التايم اشوف التايم مالتش كم ثانيه؟ خمسة. اذا حتى يتقلص البيوبول ويصير 3 مليمتر زين يحتاج الى 5 ثواني 5 سكند. بينما البيوبول حتى طبعا شنو هاي؟ هاي مهمه الايرس. الايرس هو راح يقلص يسده والايرس راح يفتح اكثر. اما حتى الايرس يفتح اكثر ويوصل الى 8 مليمتر بالداركنس زين، هاي 8 مليمتر هنا مقابلها ايش قد يحتاج الى تايم؟ اذا هاي النقطه على الكيرف ايش قد يحتاج الى تايم؟ 300 سكند، يعني 300 ثانيه معناها ايش قد بالدقائق؟ 5 دقائق. يحتاج 5 minutes in the dark او darkness يحتاج 5 دقائق. فتشوفون اذا حتى يتقلص يحتاج الى 5 ثواني، بينما حتى يتوسع يصير بي دايليتنج يحتاج الى 5 دقائق. زين تشوفون الفرق. اذا استجابة الايرس ما راح تكون آنية وسريعة، وقت مور ذان بالبرايت لايت. It is believed that the iris A يساعد الـ eye by increasing or decreasing incidence light on the retina. إذن هو شو اللي يساعدنا طبعاً؟ أنه يقلل أو يزيد من نسبة الضوء الساقط incident light على الرتنا until the retina has adapted إلى أن تتكيف ويا للنيو lightening conditions. تمام؟ عفوا دكتورة؟ أنس عندي؟ الأكويس هيومر اللي قلنا صاير وين؟ فولز ذا سبيس بتوين ذا لينس اند ذا كورنيا. هذا هو الأكويس هيومر. هاي عندي الكورنيا وهاي عندي اياها اللينس، وقلنا اكو سائل بيناتهم. الأكويس هيومر هو اللي يغذي، وهو اللي يشبه الووتر زين، وبكل المكونات ما عدا البلاد سيلز. هذا الأكويس هيومر انتاجه يكون كونتينيوسلي مستمر، بشكل مستمر زين. هذا اذا continuously being produced، لكن شنو ايضا لما ينتج بشكل مستمر ايضا يحتاج الى تصريف. تصريف خلال drain tube. اكو drain tube نسميه canal of Schlemm. هذا هو drain tube، انبوب تصريف يصرف الاكويس هيومر القديم لانه ينتج اكويس هيومر جديد زين. لما يصير بلوكج، لما يصير انسداد بهذا الدرين تيوب زين، ايش راح يصير؟ result in increased pressure in the eye. زين this condition is called glaucoma. اذا هذا عندي مرض اخر اللي هو الجلاكوما. تشوفون هاي العين بها جلاكوما، هذه العين اللي بها جلاكوما شنو هي؟ ناتجه عن زياده البريشر، الضغط الناتج على العين نتيجة تراكم الأكويس هيومر وين؟ بهذا السبيس. مدى يتصرف بشكل صحيح مسدود القناة هنا يتراكم، من يتراكم يزيد الضغط مالته على اللينس، ومن اللينس على العين بشكل كامل وعلى الرتنة، ومن ثم على أهم جزء اللي هو الأوبتيك نيرف، إلى أن ممكن أن يحدث به دامج أو ممكن أن يؤدي إلى البلايندنس، يؤدي إلى العمى نتيجة تلف الأوبتيك نيرفز بسبب البريشر الناتج عن الأكويس هيومر. تمام؟ دائماً لما العين تعاني من هذا الشكل احمرار وتشوفونها بالشكل هذه، مباشرة يجب على البيشنت أن يراجع الطبيب، لأن زيادة الضغط على عينه ممكن أن يتلف العصب البصري وبوقت يعني ما يتخيله زين. فالعين حساسة جدا. هذه الجلاكوما. إذا أجي على الأكويس هيومر نتحدث عنه، كنا أنه يغذي البروفايد and nutrients to the non-vascularized cornea and lens. زين احنا قلنا انه ما بيها vascular blood vessels، فلذلك هو يغذي هذا الاكويس، يغذيهم لللنس وللكورنيا. يحافظ على الانترنال بريشر اوف ذا اي ات اباوت 20
مليمتر زئبق. إذا دائما معدل ضغط العين يجب أنه ما يزيد عن 20 مليمتر زئبق. هذا هو الجهاز الخاص بقياس ضغط العين. تشوفون هذا يقيس ضغط العين. لما تفرك عينك أو تضغط على عينك هذه العملية مؤذية للعين. ليش؟ لأنه increase the internal pressure، تزيد انت الضغط على عينك. فهاي الشغلة يعني حاولوا أنه تتخلصون منها، لا تظلون تفركون عيونكم وتضغطون عليها. انت تزيد ضغط العين تأذيها. تمام؟ بالنسبة للفيتريس هيومر، قلنا الفيتريس هو خلف العدسة يمني، هو عبارة عن clear jelly. تشوفون هذا هو الجلي جول، زين هذا يملي الفراغ، زين اللارج سبيس حقيقة الفراغ الكبير between the lens and the retina. إذا بين اللينس، هاي اللينس العدسة وهاي هي الرتنة، تمام؟ فإذا ما بين الرتنة هذه الشبكية وما بين اللينس هذا كله vitreous humor، نسميه vitreous body بعض الأحيان، زين؟ هو بالحقيقة يعني keep the shape of the eye fixed، زين؟ أو هو يعني دائما يحافظنا على شكل العين بهالشكل هذا لأنه large space ودايم ليها. بعد عندي السكليرة اللي هي هاي، قلنا هي tough white cover. هاي السكليرة تغطي العين ما عدا طبعا except the cornea، وهاي السكليرة أيضا protected، أيضا محاطة ومحمية بغشاء transparent coating called conjunctivia. زين هذا الجزء اللامع هو الconjunctivia فوق السكليرة التحيطة. retina cover the back. هاي آخر سلايد will be the retina cover the back half of the eyeball while this large expanse permits useful vision over a large angle. Then most vision is restricted to a small area called the macula lutea or yellow spot. إذا أنا هاي نظرة من الخلف للعين، هاي نظرة خلفية تشوفون هاي الرتنة طبعاً. زين فبالنسبة للرتنة هنا تشوفون هاي الارتريز الموجودة بالرتنة، هنا الفين الموجودة بالرتنة، هنا عندي الاوبتيك ديسك، زين وبداخله الاوبتيك نيرف، من هنا يطلع العصب البصري للعين. هنا طبعا بدرجه 17 ديجري، تمام. هنا بالعين عندي منطقه هاي تسمى البقعه الصفراء يلو سبوت او نسميها ماكولا لوتيا. زين هاي بداخل هاي الماكولا لوتيا هي هنا يصير عندي الفيجن. Then most vision is restricted in this small yellow spot. طيب داخل هاي الـ yellow spot أكو موجود عندي منطقة صغيرة جدا اللي هي الفوفيا سنترالس. هاي البقعة الصغيرة حوالي تقريبا 3×10 مليمتر in diameter. هاي الفوفيا سنترالس هي اللي تكون بيها عبارة عن هو كبيرة من المستقبلات الضوئية، لذلك الفاين ديتيلز للفيجن كله يحدث بالفوفيا سنترالس سبحان الله هنا، لانه مستقبلات الضوئيه للكون موجوده هنا بشكل كبير جدا، وراح ناخذها بشكل تفصيلي اكثر بالمحاضره القادمه. اكو اي سؤال عندكم طلاب؟ انا خلصت وياكم.